الأصحاح التاسع. يا إله آبائي ورب الرحمة وخالق كل شيء بكلمة منك، يا من أوجد الإنسان بحكمته وجعله يسود على الخلائق التي صنعها ويحكم العالم بالعدالة والحق ويقضي بين الناس باستقامة القلب، هبني الحكمة الجالسة إلى عرشك، ولا تحرمني أن أكون من أبنائك، فأنا عبدك وابن أمتك، إنسان ضعيف قصير العمر في هذه الدنيا وقاصر عن فهم أحكامك وشرائعك. وكيف لا يكون الأمر كذلك؟ والإنسان لو بلغ حد الكمال لا يحسب شيئا ما لم تكن معه الحكمة التي منك. ومع ذلك اخترتني لشعبك ملكا ولبنيك وبناتك قاضيا، وأمرتني أن أبني لك هيكلا على جبلك المقدس ومذبحا في مدينة سكناك على مثال المسكن المقدس الذي هيأته منذ البدء. فالحكمة معك كانت حاضرة حين صنعت العالم، فهي تعلم بأعمالك وتعرف ما يرضيك وما يتفق مع وصاياك. فيا ليتك ترسلها من السماوات المقدسة من عرشك المجيد، حتى إذا حضرت تعينني على تحقيق ما يرضيك. فهي تعلم وتفهم كل شيء فترشدني بصبر فيما أعمل، وبمجدها تحميني فتكون أعمالي مقبولة لديك، وأقضي لشعبك بالعدل وأصبح أهلا لعرش أبي. ولكن من يعلم أفكارك أيها الرب الإله أو يدرك مشيئتك؟ فالعقل البشري قاصر ووسائله عاجزة كل العجز، لأن الجسد الفاني الذي هو المسكن الأرضي يرهق النفس ويعيق الفكرة. وإذا كنا نحن البشر غير قادرين أن نعرف ما على الأرض بل حتى ما هو أمام عيوننا، فكيف نقدر أن نعرف ما في السماوات؟ من يعرف أفكارك إذا أنت لم تمنحه الحكمة؟ ومن أعاليك إليه ترسل روحك المقدس، ففي الحكمة وحدها يستقيم مسلك البشر على الأرض ويتعلمون ما يرضيك وينالون الخلاص.